السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شهد مصطفى وده أول فيديو ليا على قناتي. لو أول مرة تشوفني، أكيد أول مرة تشوفني، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس اللي هنا، دوس عليه، وما تنسوش تدعو لإخواتنا في غزة. النهاردة هنزور المدينة الذهبية أو قلب أوروبا، علشان هي موجودة في نص أوروبا بالظبط، والمدينة دي هي براغ في التشيك. الفكرة بقى جت منين؟ كنت قاعدة في أمان الله طهقانة زهقانة، فقلت أقوم أترقع الترقوع، فبقيت زهقانة ومتعصبة، فقلت قومي يا بنت سفري. وبعد بحث متعمق One eternity later. لقيتها جمهورية التشيك. دلوقتي جهزنا، سو يلا بينا نروح نخطف باتشي. دلوقتي رايحين لباتشي. Hello. Hi. Do you want to go to the Czech Republic? Sure. Now. Perfect. حاليا أنا في مدينة براغ، نظرا لأن براغ فيها كمية أبراج كتيرة جدا، ما غير أن بدور على مطعم علشان نفطر، علشان احنا في رمضان. صباح الخير، النهارده اليوم الثاني، والمفروض النهارده اننا هننزل نزور الاماكن الاثريه هنا في براغ. انا عند الباودر تاور، ويقال ان اسمه باودر او بيتقال عليه باودر تاور علشان بيتخزن جواه باودر. ده شكل الميلادي، وليها قصه مميزه جدا. طيب ايه قصه الساعه دي؟ الساعه دي بناها شخص صنع ساعات عبقري جدا اسمه ماستر هانوش. ماستر هانوش ده كان ليه قصه مميزه جدا، الا وهو انه بعد ما خلص الساعه دي اللي بهرت الجميع، بالذات كل دول اوروبا حبوا ان هم يبقى عندهم ساعه زيها، زي مثلا مدينه فيينا. فبعتوا لهانوش ان هم عايزين يعمل لهم ساعه زي اللي موجوده في براغ واحسن منها كمان. لكن ساعتها هانوش الحكومه اللي هنا خافت ان هم يفقدوا التميز بتاعهم بعد ما هو يعمل لباقي الدول ساعات تانية زي كده. فالحكومه اجرت زي عصابه، زي اللي هم العصابه اللي راحوا على اساس ان هم يسرقوا بيته. لكن بدل ما يسرقوا البيت، هم كانوا رايحين بنيه ان هم يعملوا حاجه في هانوش، فراحوا جابوا سيخ حديد وراحوا سخنوه وقلعوا له عينه. هو الموضوع صعب، راحوا قلعوا له عينه بيها علشان ما يقدرش يعمل ساعات تاني خالص. ماستر هانوش بقى ما استسلمش، وكان حرفيا فاكر كل تفصيله في الساعه دي، في ذكرياته كانت محفوره. فساعتها راح ماستر هانوش وراح اخذ واحد من طلابه وقال له تعالى وديني عند الساعه دي بحيث ان انا اشوفها لاخر مره. وراح الطالب بتاعه اخده عند الساعة. مستر هانوش كان فاكر كل تفاصيلها، ففاكر كل حاجة متركبة فين. اما دخل ايده زي الحتة اللي فيها الجنزير ده والحتة دي اللي بتبقى في الساعة، مدخل ايده اما بوظها. وساعتها الساعة باظت لحد حوالي 10 سنين تقريبا، ومحدش عارف يصلحها. ويقال ان كان في لعنة على الساعة، الا وهي اللعنة دي ان انت اي حد يجي يصلح الساعة دي كان بتسيبه لعنة جنون، فكان حرفيا بيتجنن اول ما يجي يصلح الساعه دي. فضلوا 10 سنين على الحال ده والساعه واقفه تماما.
علشان كده اي حد في التشيك اكتر حاجه بيخاف منها ان الساعه دي تبوظ. ليه؟ لان هم عندهم اعتقاد او بيامنوا بان لو الساعه دي باظت او اتعطلت عن العمل ساعتها هيحصل زي حدث مشؤوم او حاجه وحشه جدا جدا هتصيب المدينه. ودلوقتي واحده كانت لسه بتتكلم بتقول ان ده معناه ان نهايه العالم خلاص جت دلوقتي. فهم بالنسبه لهم ان الساعه دي طول ما هي شغاله طول ما هم في سلام، غير كده الساعه باظت. ولو الساعه باظت وحصلت حرب او حصلت مشكله وبعدين صلحوها، لازم اول ما الساعه تتصلح وتبدا تدق لازم من اول دقه للساعه بعد ما تشتغل يجي واحد عنده طفل عنده 12 سنه يجري من الكنيسه لحد المبنى بتاع الساعه قبل ما الدقه الثانيه تدق، وساعتها يتاكدوا ان هم كده عايشين في سلام. معلومه كمان عن الساعه دي، ان هو يقال ان الساعه دي يعني كل ما يجي الميعاد ظبط، يعني واحده ظبط، اتنين ظبط، ثلاثه ظبط، الساعه دي في عرايس بتطلع منها بتدق. زي مثلا في بابين هنا، ادي الباب ده والباب ده بيطلع منه عرايس، وبيحصل زي شو في الساعه دي مع كل توقيت بالظبط. فاحنا دلوقتي الساعه 2:50، ففضل 10 دقايق والمفروض تيجي الساعه 3، وساعتها ممكن نشوف هيطلع ايه. يقال ان في ديك هو اللي بيطلع زي ديك بيطلع من الساعه ويدخل تاني، وبرده يقال ان في زي 12 شخص بيكونوا هنا ودول بيمثلوا زي اللي هم 12 تابع، هم بيعملوا ان في 12 تابع لسيدنا عيسى بيطلع من هنا برده، بس هم مش بيطلعوا، بس تقدروا تشوفوهم من خلال الشباك. عدد الناس حاليا اللي جايين يشوفوا العرض بتاع الساعه كبير جدا، كله بيجي علشان يلحق مكان يقف فرع علشان يعرف يصور الساعه بشكل كامل. للاسف جينا متاخر حبه بسيطه، ف ده الشكل اللي اقدر اصوره دلوقتي. فاضل اقل من دقيقه ومفضل شو يحصل. Главное, там как Кузмани видели. Да. حاليا انا موجوده في الاولد تاون سكوير. تحس المكان زي فيلم قديم زمان، يعني الافلام اللي بنتفرج عليها على التلفزيون في العصر بتاع زمان. في فايبس حلوه قوي في المكان. تعالوا نخلي الصوره ابيض واسود ونحاول نتخيل المكان. القديمة بتاعت زمان برضو عاملة جو حلو قوي. يا جماعه الاولد تاون سكوير جواها كميه اكل بيتعمل حواليا، ريحته تحفه، وانا صايمه وعامله نفسي مش واخده بالي. هاي، ممكن اتعرف؟ اسمع دلوقتي لقيت قدامي حاجة اسمها ميوزيم اوف تورتشر او متحف العذاب، فتعالوا نشوف جواه ايه. انتي جريني اللي في اللعبة ولا ايه؟ شي لوكس كيوت. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمين.
واخيرا وصلنا لتشارلز بريدج، واحد من اشهر المعالم الموجوده هنا في بروج. الكوبري ده بناه الملك تشارلز الرابع، وفي نفس الوقت هتلاقوا على الكوبري ده حوالي 30 تمثال لقديسين مختلفين اتحطوا التماثيل دي خلال القرن ال 17 الميلادي. تعالوا نتفرج على الجسر سوا. لينينز وول او جون لينينز وول، جدار الحرية. قصة الحيطة دي بدأت سنة 1980 ميلادية. طيب ايه قصة الحيطة اساسا ومين لينون ده؟ جون لينون ده كان مغني مشهور جدا في وقته، كان بيغني تبع فرقة اسمها بيتلز، وكانت كل اغانيه بتنادي بالسلام وبالحرية، لحد ما في مرة جه شخص اغتاله اسمه مارك ديفيد. مارك ديفيد ده كان من اشد المعجبين بيه وديل صدمة، وراح اقتحم بيته وقتلوا 5 رصاصات، يعني ضربوا 5 رصاصات لكن 4 منهم اصابوا لينون وقتلوا قدام مراته ومات. طيب ليه ديفيد عمل كده؟ ديفيد قتله بتصريح وقال ان هو بيحب جون لينون جدا بدرجة فوق الوصف، لدرجة ان هو جات له فكرة في دماغه وخيل لي ان هو لو قتل واحد من اشهر المشاهير في العالم ساعتها هيحصل على الشهرة. مارك ديفيد ساعتها قال ان الرغبة في القتل والحصول على الشهرة كانت ساعتها اقوى منه، ومهما حاول ان هو ما يفكرش في ده كان برضو في حاجة بتقوله لا اعمل كده، لحد ما فعلا نفذ الجريمة واخد ساعتها سجن مؤبد. طيب الحيطة دي برضو ازاي اتكونت؟ جه واحد من يعني فنان كان من المعجبين برضو بتوع جون لينون، وراح ساعتها حب ان هو يحيي ذكرى جون لينون. بعد ما مات على طول راح عمل الحيطة دي ورسم عليها صورة جون لينون وكتب عليها شوية من كلمات أغانيه. ساعتها الدولة كانت ضمن دولة تشيكوسلوفاكيا، وتشيكوسلوفاكيا كانت ساعتها تحت النظام الشيوعي، وده كان عندهم اعتقاد أو هم بيأمنوا بأن أي حاجة تبع الثقافة الغربية تعتبر محرمة وممنوعة، علشان كده راحوا خبوا الحيطة اللي ورايا دي. لكن ساعتها ده أدى أن الشعب مسكتش وعملوا احتجاجات وثورات كتيرة جدا، وفضلوا يكتبوا أكتر على الحيطة ويظهروها أكتر، وفضل كل واحد يعبر عن حريته، ومن ساعتها كلهم كانوا بينادوا بحرية التعبير عن الرأي، لحد ما انتهى الحكم الشيوعي أو النظام الشيوعي في البلاد. ومن ساعتها بقى والحيطة دي بتعتبر رمز للحرية، ولأي حد حابب يجي يعبر عن رأيه ممكن يكتب أي حاجة على الحيطة دي. علشان كده هكتب اسمي وهكتب أي حاجة أنا حباها علشان أسيب ذكرى في المكان ده. واحدة أجنبية جت دلوقتي قالت لي أنت اللي كتبتي Free Palestine على الحيطة، فقلت لها أيوة، فقالت لي إن هي بتدعم ده، ودي أحلى جملة اتكتبت على الحيطة، وهي اللي صورتني الصور اللي هوريها لكم دلوقتي دي. جماعة دلوقتي قابلت إلينا، شخصية لطيفة جدا، هي من سويسرا. حاليا أنا موجودة في الناشنال ميوزيوم، واحد من أشهر المتاحف هنا في بروج. Dancing House!
حاسب كده حاسب كده. جماعة دلوقتي قابلنا شخص في الشارع شافني لابسة طرحة فقال لي السلام عليكم وسألني فطرت ولا لا عشان المغرب قدم من 3 دقايق، فقلت له ان انا شربت مية ولسه هروح المطعم افطر دلوقتي، فقال لي لا ما ينفعش تعالي، وادانا بلح، ادانا احنا الاثنين بلح كتير خالص. يعني ده بس نايس لما الليل ليل معناها فكرة الاكل بدأت، هنبدأ نستكشف الاكلات هنا بقى. هتقولوا لي روحي كلي من مطعم شيكي، هقول لكم ناكل من مطاعم عربية ومصرية هنا. فتعالوا ناكل ملوخية ومحشي، وخلي إلينا هي من سويسرا وباتشي برضو هي هتبقى من تايلاند، ممكن خليهم يجربوها دلوقتي. معلومة عن العملة اللي بتتعامل بيها الشيك، اللي الشيك هنا بيتعاملوا بعملة اسمها كرونا. يب زي ما سمعت كده. وصلنا دلوقتي لحبيبي في براغ. تعالوا نشوف بقى، هنا في اكلات عربية كتيرة جدا. So let's try them. دلوقتي قاعدين كمان مرة مستنيين الاكل ومتحمسة النهاردة جدا عشان محشي. This one first, yeah. Here it's rice, tomato sauce, and like parsley, some things like this. So yeah, it's time to try. Bismillah. Give your real opinion. You didn't like it, right? Yeah. جماعة معروفة ما ينفعش تيجي براغ من غير ما تجرب التريلدو. دي اكتر ديزرت مشهورة عندهم. انا مش عارفة اسمها تريلدو ولا لا، بس انا دورت على جوجل اسمها كده، بس حرفيا دي اشهر حاجة موجودة هنا فهجربها دلوقتي. النوع اللي انا جايباه دلوقتي ده بيبقى عبارة عن البسكوتة بتاعتهم دي، اللي هي معرفش بيعملوها من ايه، بس هي شكلها وريحتها تحفة. وعليها من فوق بيبقى يا اما بيحطلك ويبد كريم يا اما بيحطلك ايس كريم، فانا اخترت اللي عليها ايس كريم. وفي فراولة يا كتكوتة من فوق، فهجربها دلوقتي. دلوقتي احنا ركبنا نايل كروز، هنقعد في البحر كده ساعة بالمركب. هل انتوا متخيلين ان حتة السكرة اللي جنبي دي هي فهمتني علمتها عربي، هل انتوا متخيلين انها عندها 42 سنة؟ بجد ما شاء الله. داخلين تحت الجسر ده دلوقتي. voll von einmaliger mittelalterlicher Corona. بمناسبة الهدوء والجو الحلو ده ان احنا نغني لكم أغنية. ف يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم، حبيبي مجاني نوم، حبيبي. دلوقتي من المركب لسه واصلين، بعدها هننام كده. خلصنا تاني يوم لينا النهاردة، فاضل بكرة اخر يوم. ف باي، تصبحوا على خير. النهاردة اليوم الثالث والاخير هنا. النهاردة اليوم الثالث والاخير هنا ليا في براغ، فهنروح دلوقتي ونزور قلعة براغ قبل ما نسافر.
لازم نطلع سلالم كتيرة خالص علشان نقدر نوصل للقلعة. قاعدة حاليا باخد استراحة محارب. حاليا قاعدة في نقطة عالية جدا في القلعة. القلعة جواها شوارع وأماكن كتيرة جدا كأنها مدينة تانية. قلعة براغ هي أكبر قلعة قديمة اتبنت في العالم كله. القلعة دي اتبنت في القرن التاسع الميلادي ومساحتها حوالي 70,000 متر مربع، والقلعة دي كانت مقر الحكام على مدار العصور لحد النهاردة. فرهدنا. Why are we still here? Just to suffer. حرفيا فرهدين وقاعدين في الأرض من التعب. المهم إن جوه القلعة في أكبر كاتدرائية في التشيك كلها، وهي الكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية، كاتدرائية القديس فيتوس. دلوقتي وصلنا لمحطة الأوتوبيس، خلاص كده مستنيين الأوتوبيس بتاعنا وهنروح.